للمزيد حول الأسواق العملات ينضم إلينا مباشرة من دبي رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. رائد أهلا بك، شكرا انضمامك إلينا. طبعا لربما الحدث الأبرز هذا الأسبوع هو المنتدى جاكسون هول الذي يجمع رؤساء البنوك المركزية الكبرى في الولايات المتحدة، هذا المنتدى السنوي. عادة ما يقوم رؤساء البنوك المركزية بيعني إعطاء لمحة عن سياستهم الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة. هل التوقعات تشير بأنه قد نسمع يعني كشفا جديدا من جيروم باول خلال هذا الاجتماع، لربما عن انتهاء سلسلة التشديد أو عن ما في جعبته من تخفيضات مرتقبة للفائدة كما تأمل الأسواق العام المقبل؟ تمام ناصر، أعتقد جاكسون هول ميتينج أو الاجتماع الذي ننتظره في نهاية تعاملات هذا الأسبوع هو الحدث الأبرز خلال تعاملات الفترة الحالية، وذلك لأنه بشكل بطيء جيروم باول هو على موعد بأن يحدد أو يوضح بشكل يعني أعتقد سوف يكون هناك حتى ضغوط من الصحفيين للحصول حتى على معلومات إضافية، ولكن أعتقد سوف يكون خطاب جيروم باول واضح ممكن أن يتعهد فيه بشكل كبير جدا برفع أسعار الفائدة مرة إضافية باجتماع سبتمبر، وأما وأيضا إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة قد تمتد لمنتصف العام القادم. هذا هو الأكثر ترجيحا حاليا، والذي تتجاوز نسبة أنه يحدث أكثر من 80% أنه سوف يكون هذه تعهدات جيروم باول. إذا استرجعنا الاجتماع الماضي الذي كان جيروم باول فيه تعهد بأن يكون في عندنا بقاء لأسعار الفائدة أو رفعات لأسعار الفائدة بشكل مستمر، أعتقد كان هناك تغطية كاملة لهذه التعهدات واستمرار. ولكن النقطة الأبرز هي أن التضخم حتى هذه اللحظة يبدو أنه أكثر صعوبة كميراث من يعني صعب الميراث بالمقارنة مع توقعات الفيدرالي، بالتالي ذلك سوف يتطلب أنه يكون في عنا ضغط أكبر. شفنا ارتفاعات على عديد من المؤشرات، ليس فقط الانفليشن أو التضخم بحد ذاته اللي ارتفع ب 3.2، وإنما أيضا قراءات مبيعات التجزئة مثل مؤشر أسعار المنتجين. كل هذه المؤشرات كانت تصب في دلالاتها الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية على أن التضخم هو أصعب وأكثر بطئا بالانخفاض مما هو متوقع، وذلك يتطلب أن يكون هناك أسعار فائدة نسبيا مرتفعة لفترة أطول ولو كان على حساب النمو الاقتصادي. إضافة لذلك إلى أنه المعطيات حاليا كمعطيات تضخم بمؤشر بحد ذاته أعتقد أصبحت صعب جدا إضعافه أو ضغطه بالاتجاه الهابط في ظل الظروف الحالية، يعني صعب أن نخفض أسعار المستهلكين بأكثر من ذلك في ظل عندي تحسن في مبيعات التجزئة وتحسن في رواتب الأجور ضمنيا، ولكن أيضا الأمر ليس بسيء داخل الاقتصاد الأمريكي على الرغم من مستويات التضخم الحالية.